السلام عليكم، حياكم الله جميعا مع مراجعة سريعة لدروس الفصل العاشر، القوة وقوانين نيوتن. عندي في هذا الفصل درسين، القانون الأول والثاني لنيوتن، كذلك عندي القانون الثالث لنيوتن. على بركة الله نبدأ. ومع السؤال الأول، املأ الفراغات التالية بالكلمات المناسبة. عندنا مجموعة من الكلمات المطلوب كتابتها في المكان المناسب. رقم واحد، المؤثر الذي يعمل على تغيير حركة الأجسام، يزيد من سرعتها، يقلل من سرعتها. هذا تعريف من؟ القوة. رقم اثنين، مجموع القوى المؤثرة في جسم ما. الجواب القوة المحصلة. رقم ثلاثة، قوة متساوية في المقدار ويلغي بعضها أثر بعض ولا تغير حركة الجسم. قوة متساوية في المقدار يلغي بعضها أثر بعض ولا تغير حركة الجسم. هذا تعريف يا بطل القوة المتزنة. القوة المتزنة قوة غير متساوية في المقدار، لا يلغي بعضها أثر بعض. إذن غير متساوية ولا يلغي بعضها أثر بعض وتغير من حركة الجسم. إذن الجواب هي القوة غير المتزنة. رقم خمسة، يبقى الجسم على حالته الحركية سواء كان ثابت أم متحرك إذا لم تؤثر فيه قوة غير متزنة. هذا أي قانون من قوانين نيوتن؟ الجواب القانون الأول. ستة، هي قوة ممانعة تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة. يلا يا شاطر، الاحتكاك، قوة الاحتكاك. نكمل. رقم سبعة، إذا أثرت قوة في جسم، قوة غير متزنة في جسم، فإنه يتسارع في نفس اتجاه القوة المؤثرة. هذا تعريف قانون نيوتن الثاني. إذا القانون الثاني لنيوتن. رقم ثمانية، هو مقدار قوة الجذب المؤثرة في الجسم. الوزن. أخيرا، القوة تؤثر دائما على شكل أزواج متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه. هذا تعريف القانون الثالث لنيوتن. ومع السؤال الثاني، أوجد مقدار القوة المحصلة واتجاهها فيما يلي. عندي ثلاثة أشكال تتعرض إلى قوة. على بركة الله نبدأ. القوة المحصلة في الشكل الأول يتعرض إلى قوتين في اتجاهين متعاكسين. وإذا كانوا في اتجاهين متعاكسين، هل نجمع القوة أم نأخذ الفرق بينهما؟ يلا فكر. الجواب نأخذ الفرق بينهما. إذن 10 نيوتن ناقصا 6 يساوي 4 نيوتن. في أي اتجاه يتحرك هذا الصندوق؟ في اتجاه القوة الأكبر، إذن في اتجاه العشرة، إذن إلى اليسار أو إلى الغرب. جميل. رقم اثنين، قوتان غير متساويتان تؤثران في الاتجاه نفسه. إذن القوة المحصلة تساوي ماذا يا بطل؟ هل نقول 4 زائدا 50 أم 50 ناقصا 4؟ فكر. الجواب 50 نيوتن زائد 4 يساوي 54 نيوتن. في أي اتجاه يتحرك؟ نحو الشرق إلى اليمين. رقم ثلاثة، القوة المحصلة تساوي ماذا؟ فكر معي يا بطل. عندي 4 قوة، من الشرق 7 نيوتن ومن الغرب 7 نيوتن. إذن القوة 7 نيوتن هذه من الشرق تلغي القوة الأخرى لأنها قوة متزنة، بينما من الشمال 7 نيوتن ومن الجنوب 8 نيوتن. إذن القوة المحصلة تساوي 8 ناقصا 7 يساوي 1 نيوتن. في أي اتجاه يتحرك هذا الصندوق؟ نحو الجنوب. نحو ماذا؟ الجنوب. السؤال الثالث، عدد أنواع الاحتكاك. النوع الأول، يمنع الأجسام من الحركة إذا أثرت فيها قوة. النوع الثاني، ينتج عندما يدور جسم فوق سطح.
الثالث يعمل على تقليل سرعة الجسم المنزلق. إذا من الذي يمنع الأجسام من الحركة إذا أثرت فيها قوة؟ الاحتكاك السكوني، الاحتكاك السكوني اللي هو هذا. رقم 2، ينتج عندما يدور جسم فوق سطح، إذا هذا الاحتكاك التدحرجي. أخيرا يعمل على تقليل سرعة الجسم المنزلق، الجواب الاحتكاك الانزلاقي أو الاحتكاك نقول الديناميكي. السؤال الرابع، كيف يتم حساب تسارع جسم بذل عليه قوة؟ إذا بذلنا قوة على جسم قلنا تتغير حالته الحركية، إما بزيادة السرعة أو تناقص السرعة أو تغير الاتجاه. نستخدم قانون الثاني لنيوتن، التسارع يساوي ماذا يا بطل؟ القوة تقسيم الكتلة، القوة المحصلة تقسيم الكتلة. التسارع بماذا يقاس؟ يلا يا بطل، بالمتر لكل ثانية تربيع. القوة المحصلة تقاس بوحدة النيوتن. الكتلة تقاس بوحدة ماذا؟ كيلو جرام. خامس، ما هو تأثير اتجاه القوة على حركة الأجسام؟ إذا أثرت قوة غير متزنة على جسم في نفس اتجاه حركته فإن سرعته ماذا يحدث لها؟ سوف تزداد. إذا فإن سرعته تزداد. 2، إذا أثرت قوة غير متزنة على جسم عكس اتجاه حركته، عكس اتجاه حركة السير، فإن سرعته ماذا يحدث لها؟ تتناقص. أحسنت، قوة الاحتكاك تقلل من سرعة الأجسام. رقم 3، إذا أثرت قوة غير متزنة على جسم وصنعت زاوية مع اتجاه حركته، هذا اتجاه الحركة القوة تصنع زاوية، فإنه يتحرك عبر مسار منحن، فإن الجسم ينعطف. مع السؤال السادس، املأ كل فراغ فيما يلي بالكلمة المناسبة. الجاذبية، تعتمد قوة الجاذبية بين الأجسام على كتلة كل من الجسمين والبعد بين الجسمين، كلما زادت الكتلة زادت قوة الجاذبية، كلما زاد البعد قلت الجاذبية. تعتمد مقاومة الهواء على سرعة الجسم، كلما زادت سرعة الجسم زادت مقاومة الهواء، كذلك شكل الجسم، كذلك شكل الجسم. القوة هي دفع أو سحب، دفع أو سحب. أخيرا الجسم المتحرك في مسار دائري، يعني تتغير سرعة المتجه بشكل مستمر، يتسارع بحيث تؤثر عليه قوة محصلة باستمرار، واتجاه هذه القوة يكون باتجاه ماذا؟ مركز الدائرة. مركز ماذا؟ الدائرة، وتسمى بالقوة المركزية. تطبيقات على القانون الثالث لنيوتن، لعبة النطيطة، لكل فعل، هذه قوة الفعل إلى الأسفل، قوة الولد على النطيطة، رد فعل في الاتجاه المعاكس، إذن قوتان متساويتان ومتعاكستان، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس في الاتجاه، إذن الفعل ورد الفعل قوتان فراغ في المقدار، وش نكتب؟ قوتان متماثلتان، قوتان متساويتان في المقدار وفي الاتجاه متعاكستان. أيضا هذا الرجل يبذل قوة فعل على الجدار، الجدار يبذل قوة على هذا الرجل في الاتجاه المعاكس، إذن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس في الاتجاه، هذه قوة الفعل وهذه قوة رد الفعل. أيضا انطلاق الصاروخ من تطبيقات قانون نيوتن الثالث، هذا الصاروخ
يبذل قوة على الغازات الناتجة عن احتراق الوقود نحو الأسفل، هذه قوة الفعل. قوة رد الفعل، هذه الغازات تدفع الصاروخ في الاتجاه المعاكس إلى الأعلى. فكر معي يا بطل، لماذا لا تلغي قوة الفعل قوة رد الفعل مع أنهما متساويتان ومتعاكستان؟ الجواب، لأن كل منهما تؤثر في جسم مختلف عن الآخر. القوتان لا تؤثران في جسم واحد، لو كانت تؤثر في جسم واحد يلغون بعضهم البعض. السؤال الثامن والأخير، اختر الإجابة الصحيحة وذلك بوضع علامة صح في الدائرة المناسبة. يلا يا بطل الهمة، ما الذي يتغير عندما تؤثر قوة غير متزنة في جسم؟ الجواب هو الحركة. أحسنت. رقم 2، أي مما يأتي يبطئ انزلاق كتاب؟ لاحظ، يبطئ انزلاق كتاب، إذن الكتاب قاعد ينزلق على سطح طاولة وليس ساكن، إذن الجواب ماذا؟ الاحتكاك الديناميكي أو الانزلاقي. جميل. رقم 3، إذا كنت راكبا دراجة ففي أي الحالات الآتية تكون القوى المؤثرة في الدراجة متزنة، أي لا تؤثر على الحالة الحركية لهذه الدراجة؟ هل عندما تتسارع الدراجة أم عندما تنعطف؟ جيم، عندما تتباطأ الدراجة. كل الثلاثة هذه تشير إلى أن الدراجة تعرضت إلى قوى غير متزنة، إذن الجواب عندما تتحرك بسرعة ثابتة. رقم 4، سهلة، قام طالبان بدفع صندوق، لاحظ قوة الدفع، من اليسار بقوة 15 نيوتن، إذن الصندوق يتعرض من اليسار إلى قوة 15 نيوتن، تمام؟ في حين دفعه طالب من اليمين بقوة 20 نيوتن، فبأي اتجاه يتحرك الصندوق؟ هذه قوة غير متزنة، الصندوق سيتحرك في اتجاه القوة الأكبر، والقوة الأكبر أتت من اليمين، إذن الصندوق سوف يتحرك إلى اليسار. رقم 5، أي مما يلي يمثل وحدة النيوتن؟ هذا حسب قانون نيوتن الثاني، يقول التسارع يساوي القوة تقسيم الكتلة. جميل. طيب القوة تساوي ماذا؟ التسارع ضرب الكتلة، إذن وش الإجابة هنا؟ نيوتن تساوي كيلو جرام في متر لكل ثانية تربيع، والضرب عملية إبدالية، يعني لو قلت متر لكل ثانية تربيع في كيلو جرام، هنا في نقطة، أيضا إجابة صحيحة. أي مما يأتي دفع أو سحب؟ يلا يا شاطر، يلا يا بطل، من يجيبها؟ الجواب القوة. رقم 7، أي مما يأتي يبطئ انزلاق سيارة تسير في الشارع؟ سيارة معناته في كفر يتدحرج على الأرض. الجواب الاحتكاك السكوني. الاحتكاك السكوني، إذا أنت صدقت راجع الدرس، إذن الجواب الاحتكاك ماذا؟ التدحرجي. أخيرا، في أي اتجاه يتسارع جسم؟ تخيل يتسارع جسم تؤثر فيه قوة محصلة غير متزنة، تخيل نفسك تشوت ضربة جزاء، الكرة في أي اتجاه تتحرك؟ في نفس اتجاه ماذا؟ القوة. ربي يوفقكم ويسعدكم، قولوا آمين. يلا استودعتكم الله.